برضه يسألون مسألة الإمساك مع البروستات، وهذا موضوع مهم للغاية، لأن الإمساك يؤثر سلبا للبروستات على المدى الطويل، فيستحسن أن الشخص يتفادي الإمساك بالطرق الطبيعية بحيث أنه ما يؤثر على البروستات والتضخم البروستات واحتقان البروستات بشكل دائم. كيف ممكن الإمساك يؤثر على البروستات؟ مثل ما احنا شايفين المستقيم مقابل البروستات مباشرة، وغشاء ما بينهم خفيف للغاية، فالميكروب ممكن ينتقل من المستقيم إلى البروستات مباشرة، وعلى المدى الطويل يؤثر سلبا للتضخم البروستات واحتقان البروستات.